البرتقال هو محصول الفاكهة الأول في مصر، ومصر أصبحت من بين أولى الدول المصدرة للبرتقال في السنوات الأخيرة، وده بيستدعي إن احنا نهتم بجميع محاصيل الموالح زي البرتقال واليوسفي والليمون. ومن خلال الفيديو ده بنقدم مجموعة التوصيات العشرة لمزارعي الموالح بغرض تحسين الجودة وزيادة الإنتاج وتقليل الفقد. وتعالوا مع بعض نشوف أول توصية. تعالوا نشوف أهم العمليات الزراعية اللي بتتم بعد زراعة شتلات الموالح، هي إزالة السرطانات أسفل منطقة التطعيم وإزالة السرطانات أعلى منطقة التطعيم بحوالي 20 سنتي. هنبدأ نشوف إزالة السرطانات أسفل منطقة التطعيم. أدي منطقة التطعيم، هنبدأ نشيل السرطانات اللي على الأصل، اللي هي الأفرع اللي موجودة على الأصل. أما إزالة السرطانات أعلى منطقة التطعيم، وهنبدأ بإزالتها. وبعد كده بنبدأ نختار أربع فروع خارجية على محيط الشجرة. أدي فرع، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة. ونشيل أي سرطان غير مرغوب فيه زي ده في قلب الشجرة بصفة مستمرة. الري من العمليات المهمة في محصول الموالح، ومن الضروري عملية ري الأشجار عند سقوط الأمطار أو بعد سقوطها مباشرة في الأراضي الصحراوية، ومن نهتم دايما بإضافة معالج الملوحة مرة أو اتنين خلال الموسم. ومننتهز الفرصة إن احنا نهتم بعملية التأسيس بزراعة الشتلات الموالح على مصاطب للحد من مشكلة تواجد الأملاح بجانب الجذور. من المهم جدا إزالة السرطانات الموجودة في قلب الشجرة، وده بيوفر كمية كبيرة من الغذاء للثمار الموجودة على الأشجار، وتوفير التهوية داخل قلب الشجرة، وده بيحد من الإصابة الحشرية والفطرية والإصابة بالأكروسات. وبنقدر ندخل ونشوف قلب الشجرة. في قلب الشجرة مجموعة من السرطانات الداخلية بيتم إزالتها بصورة سهلة وبسيطة، والموضوع ده بيتم بصفة دورية باستمرار وبمنتهى السهولة. من الضروري أثناء التأليم الشتوي رفع حجر الأشجار حتى لا تصاب الثمار الموجودة أسفل الأشجار الملامسة للتربة بالإصابات الحشرية والفطرية والرطوبة الزايدة. وزي ما انتوا شايفين، أدي الأفرع الملامسة للتربة بالثمار، وده الارتفاع المناسب للأفرع والثمار عن سطح التربة. من أهم التوصيات لأشجار اليوسفي هو إجراء عملية الخف في سنة الحمل الغزير، وده بيدينا جودة في الثمار في سنة الحمل الغزير، وبيقلل من الإجهاد على الأشجار، وبالتالي يترتب عليه تقليل ظاهرة المعومة للأشجار في الموسم القادم. وعلى سبيل المثال، شجرة يوسفي في سنة الحمل الغزير بتحمل كمية كبيرة من الثمار لم يتم لها إجراء عملية الخف، بيترتب عليه ثمار ذات جودة منخفضة وإجهاد عالي للشجرة، بيترتب عليه انخفاض الإنتاجية في الموسم التالي. من العمليات الضرورية مع بداية الموسم هي عملية التزهير والعد، والتي يسبقها رش العناصر الصغرى الحديد والزنك والمنجنيز والبورون، واللي بيؤدي إلى زيادة عملية التزهير والعقد في محصول الموالح. والمرحلة اللي انتوا شايفينها على الأشجار دي المرحلة المناسبة لرش العناصر الصغرى قبل بداية عملية التزهير. يراعى منع تسميد الأزوتي مع بداية عملية التزهير والعقد، حيث يؤدي زيادة تسميد الأزوتي في وقت التزهير والعقد إلى تساقط كمية كبيرة من الأزهار والثمار العاقدة. والمرحلة دي بتبدأ مع بداية عملية التزهير زي ما حضراتكم شايفين. ضرورة التسميد بالكلسم الأرضي والرش بعد عملية عقد الثمار مباشرة لتقليل تساقط الثمار بعد عملية العقد، ودي مرحلة عقد الثمار اللي بيبدأ فيها تسميد الكلسم والرش بالكلسم زي ما انتوا شايفين.
من التوصيات المهمة في محصول الموالح منع استخدام مبيدات الحشائش في الأشجار المثمرة، خاصة مع بداية شهر سبتمبر، حيث يؤدي استخدام مبيدات الحشائش إلى حدوث تشوهات كبيرة في الثمار. ومنشوف الثمار المشوهة بالشكل ده نتيجة الإصابة بالمبيدات الحشائش وقت الرش. من التوصيات المهمة لمزارعي الموالح منع تأخير جمع الثمار، حيث بيقلل جودة الثمار في خلال الموسم وبيخفض نسبة الإنتاج من 25% ل 30% في الموسم القادم. وبكده نكون استعرضنا مع بعض أهم التوصيات اللي بتهم مزارعي الموالح، اللي بتزود لنا الإنتاجية، بتحسن الجودة، وبتقلل الفاقد.